بجهودنا ها قد آن الأوان لإمضاء طريقنا جاء الامتحان تاجا لجهودنا ادرس هيا لا تتمهل فغدا تختبر غدا تسأل ابذل جهدك دونك لا الثق أنك أبدا لن تفشل أقم وقتك مرحا وعمل خطط وابني للمستقبل لا وقت لضجر أو لملل فالصيف سيأتي لا تعجل ها قد آن الأوان ليضاء طريقنا جاء الامتحان تاجا لجهودنا أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكم يحلو اللقاء في حصة جديدة والتي سنخصصها إن شاء الله تعالى لتصحيح تقويم الدروس عن بعد، فتابعوا معي وأحضروا قلم الرصاص ومسطرة وممحات ولا تنسوا دفتر التمارين المنزلية وتابعوا معي. بداية سنشرع في تصحيح التمارين التي تخص مكون القراءة والفهم. أقرأ النص جيدا ثم أجيب عن الأسئلة. رحلة مسافر. إن السفر ممتع لذلك قررت أن أسافر صيفا، ففضلت أن أركب القطار، ولما وصلت إلى المحطة لم تكن خالية من الناس بل مزدحمة، فظننت أني سأبقى كثيرا من أجل الحصول على تذكرتي، لكن العاملين بالمحطة بذلوا جهدا كبيرا من أجل تنظيم الصفوف وأنشأوا شبابيك إضافية، فتمكن الجميع من حجز التذاكر، وكم كان الكل مسرورا وهم يركبون القطار مساء في اتجاه المدينة التي يحبونها. السؤال الأول يقول كيف كانت المحطة؟ إذن سأجيب عن السؤال انطلاقا من النص، فماذا جاء في النص؟ ممتاز، جاء في النص كانت المحطة مزدحمة بالناس. السؤال الثاني كيف واجه العاملون مشكل الازدحام؟ إذن سأجيب انطلاقا من النص، فماذا جاء في النص؟ صحيح، جاء في النص بذل العاملون جهدا كبيرا من أجل تنظيم الصفوف وأنشأوا شبابيك إضافية. ثالثا ما ضد الكلمتين التاليتين؟ ما ضد ظننت وما ضد التنظيم؟ إذن كما تعودنا أعزائي التلاميذ، إذا كانت الكلمة عبارة عن فعل أو اسم فمرادفها أو ضدها سيكون من نفس النوع، فكلمة ظننت عبارة عن فعل، إذن ضدها سيكون أيضا عبارة عن فعل، فما ضد ظننت؟ يمكنني أن أقول أدركت أو أيقنت أو تأكدت أو علمت، ويمكنني أن أقول أيضا تيقنت أو عرفت. ننتقل إلى الكلمة الثانية، فما ضد التنظيم؟ أولا هذه الكلمة عبارة عن اسم، إذن ضدها سيكون عبارة عن اسم، فما ضد هذه الكلمة؟ ممتاز، ضد التنظيم الفوضى.
رابعا، ما مفرد الكلمتين التاليتين؟ التذاكر والصفوف. فما مفرد كلمة التذاكر؟ وانتبهوا لنوع الكلمة، فهذه الكلمة عبارة عن اسم، إذن مفردها سيكون أيضا عبارة عن اسم. فما مفرد التذاكر؟ جيد، مفرد التذاكر التذكرة. ننتقل الآن إلى الكلمة الثانية، فما مفرد كلمة الصفوف؟ وانتبهوا لنوع الكلمة، فهذه الكلمة عبارة عن اسم، إذن مفردها سيكون أيضا عبارة عن اسم. فما مفرد كلمة الصفوف؟ ممتاز، مفرد كلمة الصفوف الصف. خامسا، ما جمع الكلمتين التاليتين؟ المحطة والقطار. فما جمع كلمة المحطة؟ وانتبهوا لنوع الكلمة، فهذه الكلمة عبارة عن اسم، إذن جمعها سيكون أيضا عبارة عن اسم. فما جمع كلمة المحطة؟ أحسنتم، جمع كلمة المحطة المحطات. ننتقل إلى الكلمة الثانية، فما جمع كلمة القطار؟ وانتبهوا لنوع الكلمة، فهذه الكلمة عبارة عن اسم، إذن جمعها سيكون أيضا عبارة عن اسم. فما جمع كلمة القطار؟ جيد، جمع كلمة القطار القطارات. ننتقل الآن إلى تصحيح التمارين التي تخص مكون التراكيب، فتابعوا معي. السؤال الأول يقول: أشكل الكلمات التي بدون شكل في النص، فهل سنقول إن السفر ممتع؟ أم سنقول إن السفر ممتع؟ أم أننا سنقول إن السفر ممتعا؟ ممتاز، سنقول إن السفر ممتع، فإن ناسخ حرفي دخل على الجملة الإسمية فنصب المبتدأ فسمي اسمه، ورفع الخبر فسمي خبره، إذن السفر اسمه وممتع خبره. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة، فهل سنقول قررت أن أسافر صيفا؟ أم أننا سنقول قررت أن أسافر صيفا؟ جيد، سنقول قررت أن أسافر صيفا، فأن حرف نصب ومصدر واستقبال، يدخل على الفعل المضارع فيجعله منصوبا، إذن أسافر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثانيا، استخرج من النص ما يناسب الترسيم. ناسخا فعليا اسمه وخبره. بداية، ما هي النواسخ الفعلية التي تعرفنا عليها؟ ممتاز، النواسخ الفعلية التي تعرفنا عليها هي كان، أصبح، أمسى، ظل، بات، صار،
ليس أضحى. وقلنا أن النواسخ الفعلية تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ فيسمى اسمها، وتنصب الخبر فيسمى خبرها. إذن نرجع إلى النص ونستخرج ناسخا فعليا واسمه وخبره، وسنجد كان ناسخ فعلي الكل اسمه مسرورا خبره. استخرج من النص ناسخا حرفيا واسمه وخبره. بداية، ما هي النواسخ الحرفية التي تعرفنا عليها؟ ممتاز، النواسخ الحرفية التي تعرفنا عليها هي إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. وقلنا أن النواسخ الحرفية تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذن نرجع إلى النص ونستخرج ناسخا حرفيا واسمه وخبره، وسنجد إن ناسخ حرفي. السفر اسمه، ممتع خبره. ثالثا، أعرب ما تحته خط في النص. فما إعراب أركب؟ نرجع إلى النص ونعرب هذه الكلمة حسب موقعها في الجملة. لدينا فضلت أن أركب القطار، فما إعراب أركب؟ ممتاز، فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلى ماذا يحتاج الفعل دائما؟ أحسنتم، يحتاج الفعل دائما إلى فاعل. فأين هو الفاعل في هذه الجملة؟ هل جاء اسما ظاهرا أم ضميرا متصلا أم أنه جاء ضميرا مستترا؟ جيد، الفاعل في هذه الجملة جاء ضميرا مستترا تقديره أنا. ننتقل الآن إلى إعراب كان. فما إعراب كان؟ نرجع إلى النص ونعرب هذه الكلمة حسب موقعها في الجملة. لدينا كان الكل مسرورا، فما إعراب كان؟ ممتاز، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وقلنا فعل ماض ناقص لأنه ينقصه فاعل. ما إعراب الكل؟ نرجع إلى النص ونعرب هذه الكلمة حسب موقعها في الجملة. لدينا كان الكل مسرورا، فما إعراب الكل؟ ممتاز، الكل اسمه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو يمكننا أن نقول اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مسرورا خبره منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو يمكننا أن نقول خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم على مجهوداتكم واهتمامكم بالمادة. عطلة سعيدة أتمناها للجميع. لا تنسوا تنظيم أوقاتكم أيام العطلة بين اللعب وممارسة الرياضة والسباحة، ولا تنسوا قراءة القصص ومذاكرة الدروس، وتجنبوا العادات السيئة كالجلوس طويلا أمام الحاسوب. متعكم الله بالصحة والعافية أبنائي الأعزاء، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.